يلا السلام عليكم متتبعين قناة عقارات أراضي عبدو. اليوم غنشارك معكم قطعة أرضية للبيع. سبق لي شاركت معكم القطعة هذه على قناة عبدو فلوغ، ودابا غتابعوني إن شاء الله على قناة أراضي وعقارات عبدو. هاد البلاد ديالنا المجموع ديالها المجموع الإجمالي فيها 15 هكتار، فيها 3.5 محافظة هي اللي حنا فيها دابا، ها هي أمامكم. هاد البلاد كتبعد على مدينة خميسات بحوالي 3 ديال الكيلومتر، وعلى الطريق 500 متر. خميسات هي كتبان لكم، ها هي أمامكم، ها هو الشاطو كيبان لكم ديال دوار الشيخ ديال دايت نزهة. وهادو السكان المجاورين والبلاد ديال المتتبعين، هي هادي فيها اللي محفظة فيها 3 هكتارات ونصف، وكاينة 11.5 هكتار فيها ملكية، والثمن ديال 3.5 هكتارات 3 مليون الخدام، وديال 11.5 هكتار 2 مليون الخدام، 2.5 مليون الخدام. والناس اللي كانوا كيراسلوني وكيتابعوني على هذه البلاد هذه، كنت قلت لكم راه مولاها مسافر، دابا مولاها هو معايا اليوم هنا. والناس اللي جتهم معايا لهذه البلاد وشافوها وعجبتهم وكانوا بغاو يشريوها وكان مولاها مسافر، دابا كنقول لكم مولاها راه حاضر معايا اليوم، ها هو امامكم. سي احمد تكلم لهم شويه على البلاد. السلام عليكم، مبروك عواشركم، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. هذه البلاد اخويا فيها 3.5 هكتار محفظة محافظة، والأخرى عدلية راها كاين. هذه المساحة كنبيعها 4.5 هكتار كنبيعهم مجموعين، إلا بغا شي واحد يشري هاد 4.5 هكتار. فيها 3.5 محفظة؟ 3.5 محفظة وقطار لا ملكية. إيه، واللي بغا يشري كلشي راه كنبيع عليه ب2.5 مليون. اللي بغى غير هاد 4.5 هكتار كنبيعهم اخويا ب3 مليون الخدام، الاخرين 2.5 مليون الخدام، كلشي الجميع فيهم حتى هادي على هادي. هادي على هادي فيها 54 شجرة ديال الزيتون. اييه فيها 54، نجيو حتى تحسبوها الا ما كايناش ما غاديش نزيدو لقدام. وفيها السكنة ديال الوالدين خصها شوية ديال الاصلاح، هذا هو اللي كاين. البلاد ديال الفلاحة ديال كلشي اللي بغيتي، ديال الحرث، ديال التراكتور، الماكينات ديال الحصاد، كلشي. وزيدونها حنا هنايا مازالين الحمد لله، الا مازالين عايشين اجيو تشوفوها الا بغيتي تشوفوها. اللي بغى يشوف نمرة التليفون 06 89 32 80 96. ان شاء الله انتم يا المتتبعين كما كتشوفوا معنا حنا كنتسراو انا والسي محمد مول البلاد. شوفوا السي احمد مول البلاد، عفوا شوفوا البلاد كي دايره مواطيه. ها انتم شوفوا، جيو حتى تشوفوا، شوفوا بعينيكم ونزوركم نشوفوا ونساريوها لكم وحده وحده. اييه كاين ها البلاد، شوفوا نايض فيها بعض الورود بعض الازهار. كاين هذه كيرعاو فيها البقر، كيرعاو فيها البقر وكلشي. ها البلاد كي مواطيه، هادو السكان المجاورين من كل جانب، والشانطي راه كيبان امامكم قدام هذاك الريزو مباشره على الطريق، راه الجامع كاع 500 متر على الطريق، راه الحديد كتشوفوه امامكم. وهذه مدينه الخميسات هي كتبان على بعد 3 ديال الكيلومتر، وهذا الشاطو ديال دوار الشيخ راه معروف، وراه عندها جميع الطرقان، مين ما بغيتي تجي لهاد البلاد تجي. منين ما عجبك. ثلاثة د الجوايح. ها هي المتتبعين البلاد ديالنا راه غادا مفرعة، وغادا فيها الطول وفيها العرض. حنا غنشاركوها معكم اليوم أنا والسي أحمد. وتحية للناس ديال الخارج اللي كيتابعونا، الناس ديال إسبانيا وفرنسا وألمانيا. اللي كيتابعونا وكيشجعونا على القنوات ديالنا. حنا كنبغيو نشاركو معكم اي حاجه درناها او اي حاجه صورناها كنبغيو نشاركوها معكم.
وهاد البلاد راه الثمن ديالها جد مناسب كما قال لكم السي احمد، راه هي بلاد كبيره. هانتوما غتابعوها معنا ان شاء الله. يبغاها كامله 2.5 مليون الخدام، يعني 25 مليون الهكتار. وفي النظر ديالي انا راه الثمن جد مناسب ومناسب وجد مناسب للاستثمار. ها الربيع تبارك الله، ها بالعمان، ها ها الجمرة، ها القرنينة، كل شيء موجود في هذه البلاد هذه. كل شيء كاين. البلاد غادا وكتوسع، والبلاد راها مزربة بالكامل. هانتوما شوفوا معايا البلاد تبارك الله في الوسوعية ديالها والعرض. شوفوا الطول تبارك الله، هاهي كتبدا من هذاك الزرب وغادا طالعة الفوق. وزاد غادا مازال الفوق حتى لهداك الزرب الفوق. حنا راه غير كنختصرو لكم شوية، راه 15 هكتار باش تساريها راه خاصك. ها انتما شوفوا تبارك الله البلاد، ها هي مزربة بالكامل وبلاد مواطية ديال التراكتور ديال الماكينة كما قال السي احمد، ديال التراكتور كيدوزها كل شيء. بلاد فلاحية راه محروتة، كتبان لكم راه محروتة. شوفوا الربيع تبارك الله، الجمرة عاد حرطناها، كل ما حرطناها شرا ما نعرف. انتم تبارك الله هاد البلاد هاد البلاد غادا طالعه حتى الفوق، حتى لهاديك الخضوره اللي كتبان لكم في الامام. راني لاحظتوا في الفيديو القديم اللي صورنا لكم في قناة عبدو فلوغ، وعلى اللي كنصورو لكم حاليا على أراضي وعقارات عبدو، غادي تلقاو الفرق كثير. شوفوا تبارك الله الطبيعة، هادو السكان المجاورين. شوفوا معايا الشعير تبارك الله، ها هو غادي نوريوه لكم، راه كاين في البلاد ديالنا. راه 15 هكتار المتتبعين، هادي راه كنديرو لكم غير لقطات، كنصورو لكم غير لقطات، راه باش نصوروها لكم كاملة راه صعيبة. ها شوفو تبارك الله الشعير فيها كي داير مسبل. وحنا غتابعو معنا، غنهبطو معاكم حتى لتحت حتى للدار ديال الوالدين القدام. فيها والماء والبير، وهذه السكنة ديال الجدود ديال السي احمد، تاريخ هنايا. شوفوا البلاد كي دايره تبارك الله الشعير.
تبارك الله خصها غير الاصلاح ياك السي احمد. هذه الارض ديال جدود ديال الوالدين، هذه هي المحطه كما كتشوفوا ديال الناس الوالدين ديال السي احمد. هنا مرقد زوين تبارك الله، هنا الخرفان والغنم كيطلعوا، الركيز ديال الضهام امامكم يا المتتبعين. شوفوا تبارك الله الشعير، انا من 23 شريناها هذه البلاد، هذه 73 مواد اكتوبر اللي شريتوها، اي وفرقناها صافي في 2004 شريتها انا. الله يسخر لك السي احمد. شوفوا تبارك الله معايا الغله كي دايره، هذه شريناها من الجيران، هذه شريناها من الجار ديالنا اكثر ونص، شريتها من الجار ديالنا، شريتها على ها انتم البلاد. الزيتون ها هو لتحت، مازال غتتابعوا معنا ان شاء الله الزيتون، غنعطيو شحال عنده كما صورنا لكم من قبل. الشعير بشحال فيه من الميتر، تبارك الله انت هاي شوفوا الشعير تبارك الله كيوريكم السي احمد العبار ديال الشعير فين واصل. اثنين ثلاثة خمسة سبعة، ومازال ان شاء الله غيطوال، مازال غيطوال مع السخونية. خيرات سيدي ربي، غير باش تشوفوا البلاد كما كنقولوا السي احمد، عين البحيرة تفتاشها، راه ديما كنقول لهم عين البحيرة تفتاشها. شوفوا الربيع تبارك الله، شوف 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 قرع الدجاج، هذا هو قرع الدجاج. حنا كنقولوا ليه حلالة، حلالة لا، حلالة تتكون على الأرض، هذا قرع الدجاج هذا هكا. شوف الشعير، وهنا غاد المتتبعين كاين واحد الجامع، هذا الجامع داروا الوالد ديال السي احمد الله يرحمه، وخلاها هو بقى تاريخي هنايا، مازال مزيان ومازال مزيان ومازال كيصليو فيه ملي كانوا بكري. اييه كان ندير فيه الفقيه مشارط هنايا، البلاد ديالنا المتتبعين كما كتبان لكم في الشعير. وهاد الزيتون راه فيها بعض الاشجار ديال الزيتون، حنا غنشاركوهم معكم، 54 شجره ديال الزيتون. وهذا هو الجامع، المحل القديم هو هذا. هنا هو المرسم، ها هي الفوتو ديال الضو، اييه هذا هو المرسم، وقريب على الطريق مباشره. الزيتون هو هذا المتتبعين امامكم، 54 شجره كلها كتعطي الغله، عام تتعطي شويه، عام تتعطي زايد على اييه. والبلاد ديال المتتبعين امامكم هالابيس اللي هضرنا عليها، راه عندها شي 6 ديال الطرقان ولا الطريق، ها هو امامكم المور الزرب، هالبيكيات وهذا الزيتون ديالنا راه منور تبارك الله، ها هو كيبان لكم. هذا العام ما فيهش بزاف، وهذا الزيتون راه محسوب على البلاد،
ديال 15 هكتار جاء امام السكن اللي وريناكم. وانتم الجنان كي داير تبارك الله راه واسع ما بين الشجره والشجره تقريبا 4 ديال الامطار. كاين اتساع حتى اللي بغى يدير شي خضره. ياك السي احمد كنديروا الفول فيها؟ كدير الفول كيجي مزيان الفول. الفول هذا يجي اللي بغى يدير الفول ولا يدير الحمص ولا يدير الجلبانه. اللي بغى يدير راه الامور مواتيه. الفول احنا العام الفيت والله مازال عندي ها انتم اتساع ما بين الاشجار. وقين شي 5 متر ولا 4 عبد الله تخيل 3 4 6 متر 5 تمام كما شفتوا السي احمد. الطريق ديال المتتبعين هي هذه. هي واسعه وعريضه وكدي من هنا الخميسيتيادين وكدي القبليين ايت البقال وكدي الدواوير المجاوره والبلاد هي هذه. الزيتون اللي قلنا لكم والبلاد ديالنا راه مزربه بالكامل. وهاد الطريق 500 متر حتى القدره. الزرب ديالها كنصوروها لكم من برا. البلاد ديال السماع. البلاد راه فيها 15 هكتار 25 مليون هكتار راه ثمن جد مناسب. ها الطريقة المتتبعين واسعة وعريضة. فيها 5 متر. 5 متر. خمسة متر فيها راه يجوز منها الكاميو هنا.